يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح هذا السلم بأن أعطي رجلا 100 ريال على أن يرد علي بعد سنة تمرا بقيمة 120 ريالا، أم يكفي تحديد كمية التمر فقط دون المبلغ؟ يكفي تحديد كمية التمر، تعطيه 100 ريال على أن يرد عليك 120 كيلو بعد نهاية الأجل المحدد، فتحدد الكمية ولا تحدد قيمة التمر. نعم، يقول لأن هذا يشبه الربا، إذا حددت صار يشبه الربا. نعم.